في هذا اليوم السعيد نهنئ الجزائريين كلهم رجالا ونساء، نهنئهم بهذا العيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الأفراح. قدم بأحر تهاني وكلكم عيدكم مبارك لكل أمة محمد ولكل الجزائريين، عيدكم مبارك وتعيدوا بالصحة لهنا وترحموا على الشهداء تاعنا. بمناسبة عيد الفطر المبارك نوجه تهانينا الحارة والقلبية لكل الأمة الإسلامية جمعاء والشعب الجزائري بالخصوص. عيد مبارك لكل المسلمين وإن شاء الله يكون عيد وفيها الخير على الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بصفة عامة. عيدكم مبروك ولكل الشعب الجزائري إن شاء الله، ونتمنى له إن شاء الله الهنا والسعادة، ونتمنى له إن شاء الله كل الجزائر والشعب المسلمين كافة الهنا والسعادة يا رب إن شاء الله وسط البلاد. نجعل إن شاء الله الفرحة تدخل فرحة للجميع، القطر الجزائري والعربي بالشمال إلى الجنوب، اللهم ادخل السرور والفرحة إلى جميع. نقدم حر تهاني لكل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، نتمنى لكم عيد سعيد. صح، عيدكم وعيد مبروك للجميع، جميع القطر الجزائري والدولة الإسلامية. صح عيدكم. صح عيدكم وتعيدوا بالهنا والصحة، ونتمنى الأمن للبلاد تاعنا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.